مساء الخير والسعادة. عايزة اقول لكم على سر، تصدقوا ان الجمال ده بدون لحوم ولا حليب وبثلاث ملاعق زيت وبس. ايوه بجد، النهاردة هنعمل مع بعض اجمل واطعم صينية مكرونة بالبشاميل بدون حليب وبدون لحوم، يعني مش هتكلفي نفسك حاجة ومكوناتها بسيطة جدا جدا، وكمان مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. فعلا اي حد هيدوقها هيقولك تسلم ايديك يا ست الكل. قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى من كل قلبي تفرحوني بس بلايك وشير الفيديو الجميل بتاعنا النهاردة، وفعلا فعلا وصفتنا دي تستاهل مليون لايك. تعالوا يلا نبتدي الاول كده بالحشوة. هجيب طاسة وهحط فيها 3 ملاعق كبار من الزيت، او ممكن تضيفوا 4 ملاعق لو انتوا تستخدموا كمية كبيرة من البصل. انا استخدمت بصلتين، وفي الوصفة دي انا بحب اقطع البصل زي ما انتوا شايفين كده، بخرطه على ايدي ما بفرمهوش في الكبة، لان البصل لما بيتفرم في الكبة بيحتاج كمية زيت كتير، يعني بيشرب زيت كتير او سمنة كتير، فانا قطعته على ايدي اقتصادا كده في كمية الزيت، بيكون مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. كمان لما بنقطعه على ايدينا البصل بصراحة بيبقى طعمه مسكر وحلو. فانا استخدمت بصلتين، هقلب البصل لغاية ما يعني يبقى لونه كده ذهبي خفيف خالص، مش هستنى لما لونه يبقى يعني متحمص كده او لونه غامق. بشرت جزرتين، الجزرتين دول حجمهم متوسط، وضفتهم علشان استفيد من طعمهم وقيمتهم الغذائية. كمان ضفت شوية من الفلفل الالوان، لو مش عندك الوان ممكن تستخدمي فلفل اللي هو الفلفل الاخضر العادي. المكون الاساسي في الحشوة هو البطاطس، اسهل من كده مفيش. ممكن تقطعيها بالشكل ده، بس لاحظوا ان احنا عايزينها قطع صغيرة مش كبيرة، فممكن تقطعيها نصين وبعدين تبشريها بمبشرة الشيبسي. لو مش عندك مبشرة الشيبسي ممكن تقطعيها بالمقشرة بتاعت البطاطس العادية دي، برضو هتطلعها بنفس الشكل، اكننا بنعمل شاورما بطاطس. تمام كده، حاجة كده نباتية وموفرة. لو مش عندك دي ولا دي ما تغلبيش نفسك، اظن كلنا موجود عندنا مبشرة البصل العادية، ممكن تبشري بيها البطاطس، بس في الحالة دي لو بشرتي البطاطس اعصريها كويس من المية اللي فيها، علشان المية دي لو قلبتيها في مع باقي المكونات بتحتاج كمية زيت، فاحنا مش محتاجين ان احنا نستخدم كمية كبيرة من الزيت. زي ما انتوا شايفين متصفية ومغسولة وما فيهاش ولا نقطة مية. هنقلبها كويس مع باقي المكونات. زي ما انتوا شايفين البطاطس لازم تكون الشرايح خفيفة كده علشان تستوي كويس معانا، كمان علشان ما تلزقش في بعضها، احنا بنفككها كده وبنقلبهم بالراحة كده مع باقي المكونات. اول حاجة هنضيفها في البهارات بتاعتنا النهاردة نص ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود، وملعقة صغيرة مليانة من الكزبرة، وملعقة صغيرة مليانة من البابريكا. كمان هنستخدم ملعقة صغيرة مليانة من خلطة السبع بهارات اللي احنا عملناها مع بعض على القناة، وهحط لكم اللينك تحت الفيديو. دي صلصة الطماطم البيوري اللي احنا عاملينها برضو مع بعض، على فكرة العلبة دي ليها شهر انا عاملاها في التلاجة، علشان ما يحصلش اي حاجة بضيف عليها بس من فوق ملعقة زيت. انا اخدت ملعقتين كبار من الصلصة بتاعتي دي وقلبتها مع باقي المكونات. اول ما نضيف الصلصة والبهارات لاحظي ان احنا لازم نوطي النار، علشان احنا مش حاطين كمية كبيرة من الدهون، فعلشان الخليط ده بس ما يشطش منك، فانا موطية النار خالص هادية وبقلب فيها. بضيف ملعقة صغيرة مليانة من السكر، ودي للناس اللي هي بتعاني من الحموضة كمان بتعمل تعادل في الطعم. وضفت نص ملعقة صغيرة من الملح. بقلب الحاجات دي كويس جدا مع بعض، وانا كل شويه باكد عليكم ان انا مش هحط زيت تاني، انا موطيه النار فهي كده كده هتستوي على مهلها. بصوا البطاطس انا بختبرها بايدي كده، لو اتقطمت او بقى فيها تكه بسيطه كده عادي ما تقلقيش، يعني هي هتكمل سوا لما نبتدي ندخلها الفرن مع باقي المكونات. كده خلاص الحشوه بقت جاهزه معايا. دلوقتي هنعمل البشاميل. عندي حله وضفت فيها 6 كوبايات من الميه، وضفت 3 ملاعق من حليب جوز الهند او لبن جوز الهند، ممكن تستبدلوه بحليب عادي او اي لبن بودرة، لكن انا استخدمت لبن نباتي النهاردة. كمان ضفت مكعب مرقة خضروات و6 ملاعق كبيرة من الدقيق. طالما هنستخدم 6 كوبايات مية هنضيف 6 ملاعق دقيق. هضيف هنا كمان ربع ملعقة فلفل اسود، وكمان ملعقة صغيرة من السكر، ونص ملعقة ملح. كمان هضيف ملعقة كبيرة من السمنة النباتي، ودي سمنة نباتي ما هيش سمنة بلدي، ركزوا معايا. وبعدين ضفت بشرة بسيطة كده من جوز الطيب. كل حاجة من الحاجات اللي انا ضفتها دي علشان تعلي التست معانا، لان احنا في البشاميل بتاعنا مش مستخدمين حليب طبيعي، فمحتاجين نعلي التست شوية. كمان احنا مش مستخدمين لحوم، فكل الحاجات دي بتعلي الطعم وتخليه حلو قوي معايا. انا لاحظت ان البشاميل كان خفيف شوية،
وانا قصدت اوريكم لو طلع البشاميل الخفيف معاكي ما تغلبيش خالص. هنضيف نص كوبايه ميه وهنقلب فيها ملعقه ونص من الدقيق او ملعقه دقيق على حسب قوام البشاميل معاكي. انا ضفت ملعقه واحده وفضلت اقلب فيه لغايه ما رجع يغلي تاني، ولازم نغليها كويس علشان تستوي مع باقي البشاميل. خلاص كده القوام زي الفل، بختبره على ظهر الملعقه، لو عمل خط كده في النص يبقى خلاص البشاميل زي الفل. انا طفيت عليه النار وضفت نص ملعقه صغيره من البيكنج باودر، ودي بتخلي لي القوام بتاع البشاميل يكون كريمي وزي الفل. شايفين القوام؟ هو ده القوام اللي انا محتاجاه، اللي هو ما هوش تقيل وما هوش خفيف. هاخد شويه من البشاميل وهركنهم على جنب، دول اللي انا هحطهم على وش الصينيه. بضيف البشاميل في صينيه من تحت كده علشان انا مش محتاجه استخدم سمنه ولا زيت ولا دهون كتيره. اخدت الحشوه وضفتها على البشاميل وقلبتهم كويس جدا جدا مع بعض، واحنا كده بنعمل النجرسكو. النجرسكو بنعمله بنفس الطريقه على فكره. بصوا انا سلقت المكرونه، وانتي بتسلقي المكرونه خليها كده فيها حته تكه صغيره كده، ما تسويهاش تسويه كامله، يعني بنسوي المكرونه ثلاث ارباع تسويه. وبعدين انا ما غسلتهاش ولا حاجه، باخدها من الشوربه بتاعتها او ميه السلق وبضيفها على طول في البشاميل. المكرونه لما بسلقها انا ما بضيفش في ميه السلق زيت، وكمان بضيف ملعقه من الملح علشان طعم المكرونه ما يبقاش عادم كده، تبقى يعني مظبوطه. بضيف المكرونه على البشاميل وباقي المكونات وبقلبها كويس جدا جدا. لو حابين تضيفوا موتزاريلا معاهم مفيش اي مانع، انا ما ضفتش موتزاريلا في الحشوه. انا استخدمت النهارده كمان نص كيلو من المكرونه، ممكن تستخدموا اي شكل من المكرونه اللي تحبوه. خلاص كده انا قلبتهم كويس وبعدين ضفتهم في الصينيه، وبعدين برتبهم كويس كده عشان تبقى الصينيه مش منعكشه ولا حاجه، وبعدين بهزها كده عشان يترتبوا. وفي الاخر خالص بضيف من فوق كده شويه البشاميل اللي انا كنت حطاهم على جنب. هنسوي الوش كده علشان يبقى شكله كده مترتب وجميل، وبعدين بهز برضو الصينيه مره تانية علشان يتسوى كويس. في الاخر بقى لو حابين تسووها بالشكل ده زي الفل، لو حابين تضيفوا موتزاريلا على الوش برضو زي الفل. المتاح عندك استخدميه، يعني مش شرط علشان انا ضفت حبه موتزاريلا كانوا فاضلين عندي في الفريزر ومحتاره فيهم فانتي برضو لازم تضيفي، لا مش شرط خالص. هي في كل الاحوال طعمها زي السكر. بدخل على فرن ساخن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. بصوا بقى لو صينيه المكرونه اخدت معاكي وش في النص كده، ممكن تغطي الوش اللي هو في الحته اللي هي واخده لون في النص دي علشان ما تغمقش بزياده بورقه فويل، وبعدين تسيبيها تحت الشوايه علشان تاخد لون جميل في كل الجوانب بتاعتها. يعني احنا غطينا الحته اللي في النص دي علشان ما تغمقش بزياده. ده لو حصل عندك. انا بحب افيدكم بكل نقطه بتحصل معايا علشان لو انتوا برده مبتدئين في المطبخ تعرفوا تستفيدوا من اي حاجه بتحصل معاكم كده في المطبخ. انا ولعت الشواية حوالي دقيقتين وفضلت الف الصينية تحت الشواية علشان تاخد نفس اللون في كل جهات الصينية، ما تبقاش حتة غامقة وحتة كده فاتحة، لغاية ما طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شكلها قمر، طعمها قمرين 3 4 60، طعمها بصراحة تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى ما بتلزقش في الصينية علشان احنا حطينا البشاميل فيها، فحبيت برضو افيدكم بالنقطة دي. مش محتاجين ان انتوا تكتروا سمنة ولا زيت ولا تدهنوا الصينية ولا اي حاجة، حبة بشاميل هيقوموا بنفس الوظيفة. بصوا بقى شكل المكرونة، المكرونة مستوية كلها بشاميل من جوه وطعمها رائع، وكمان في نفس الوقت المكرونة متماسكة، يعني ما هيش مهرية، كل وحدة مكرونة كده بوحدتها زي ما انتوا شايفين، يعني الصورة بتتحدث عن نفسها. انا مهما وصفت لكم في جمالها وطعمتها مستحيلها وفيها حقها، حاجه كده في منتهى الروعه والجمال. بتمنى فعلا فعلا تقديرا لمجهوداتي، تفرحوني بلايك وشير للفيديو، بحبكم جدا جدا.